كبيره جات الوليد في محلها في غير محلها هذيك بعد خليه التكنيسيان هما اللي يحموا ان توكا لو تكنيسيان نمبر 1 في تونس توا اللي هو نبيل معلول لونترينور تاع الكيب ناسيونال اكد نهار الاحد في الليل اللي وليد الهيشري من احسن ديفانسور موجودين في تونس لابور ديفانسيف وفانسيف تاعو ما فماش كون عنده كيف في تونس اي سورتو لابسونس تاعو سور لي ماتش تاع الكيب ناسيونال والا في الاسبيرونس يتحسوا شنو قال لك وليد في هذا كله ولا قبل كل شيء معناتها مبروك عليه معناتها التدريب المنتخب بالنسبه لي معناتها شرف كبير كي نسمع كلام كيما هكاكا واحد معناتها الكونفيونس معناتها تزيد عنده كي يبدا عنده معناتها كيما نقولوا في مخه يتفرد سينابيل ظهر لي معناتها انترينور كبير وظهر الشيء هذا معناتها في البطوله ومعناتها الرجلي هذه كما قلت لك ما تصورش كان عمل لي مزيه ولا قال هكيك على خاطر انا معناتها ما نستحقش وهو معناتها قال كلامه هكيك من الفارغ ظهر لي هو اكثر واحد معناتها يعرف النمبر دو ماتش اللي عملته انا في الترجي كما قلت لي انت لابور نتاعي بالنسبه لي انا موجود في الترجي وان شاء الله ما زدت باش نعطي الكلام تاع العبيد ما يهمنيش معناتها خاطر انا في جمعيه كبيره ونعرف اللي معناتها جماهير الترجي الرياضي معناتها كلهم يقدروني ويعرفوني انا شعتيت فوالا ان شاء الله توا عندنا ماتش شويه صعاب استنوا فينا ان شاء الله لي بوان اللي ضيعناهم ان شاء الله اون لي ريكوبير لو بلو فيت بوسيبل ان شاء الله سينو المنتخب وسي لو 22 مارس وي لو 24 ولا لو 22 بيان سور بيان سور حتى ليكيب ناسيونال عندنا دي زوبجيكتيف بيان ديتيرميني لازمنا معناتها نعملوا دي ماتش باش كيما نقولوا نسيو في الخايبه الاخرانيه نتاع الكاب